Let's go. هلا والله يا جماعة، بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم حاب أحكي عن موضوع مهم وزعجني كتير آخر فترة، واللي هو مثل ما شفتوا بالعنوان إنه المستودع صار أسوأ مود باللعبة. مثل ما بتعرفوا أنا من أشد معجبين المستودع ومستحيل أحكي هالكلام بدون سبب. خلوني أوضح. هذا الفيديو أنا حاب أحكي عن أكثر من شغلة. أولاً حاب أحكي عن الكره اللي صار بين اللاعبين وبين المتابعين. يعني مثلاً أدخل على إنستغرام أي لاعب مستودع وشوف شو بنشر بالستوريات، كله نتائج وهذا اللاعب خسرني هون وأنا ما كنت جاهز، كان مفعل هون وشوف النتائج أنا مخسره قبل سنتين، وكله كره وحكي فاضي، يعني شيء ابدا مو حلو. وصراحه المتابعين مصريين كمان، يعني اي لاعب بخسر بصير عليه هجوم مو طبيعي ومسبات والى اخره، وهذا الشيء مو حلو كمان لانه اللاعب بالاخير بكون حاول كل شيء عنده وما قدر، فمفروض الواحد يحترم هالشيء ويقول له جي جي وخلاص وما قصر. تاني شي حاب أحكي عنه هو موضوع الهاكات. بعد ما صار في بطولات عالمية بين أفضل اللاعبين من كل دولة، صرنا نشوف هاكات بشكل مو طبيعي، كل واحد بده يرفع اسمه واسم دولته حتى لو بالغش. وطبعا صرنا نشوف منهم أشكال وأنواع، يعني في اللي بصور هاند كام بكون مفعل، في اللي بصور هاند كام مع تصوير داخلي وبكون مفعل. يعني انا هلا اذا اجى صاحبي لعندي وقال لي هو مفعل ما راح اكون مستغرب ابدا. صراحة انا بشتاق كتير لايام زمان لما ما كان فيها كات كتير ولما الكره كان اقل. تخيلوا كنت اسهر ليالي مشان اطور من لعبي بس، وهلا في ايام انا بس بلعب مشان مستواي ما يرجع. تخيلوا يا جماعة، بتمنى هالشي يتغير بأسرع وقت ممكن، لأنه يعني شوفوا أنا من أول ما بديت باليوتيوب كنت بحاول أخلي الروح الرياضية موجودة، وكنت دوم بحكي كلام حلو وبحترم الخصم. يعني هذا فعليا سبب من الأسباب اللي بخليني أنشر وألعب أقل كمان. وهلا بترككم مع تحديات ولقطات مستودع أسطورية، مشاهدة ممتعة. Nice shot! Clear!
victory. No mercy! Killed! Team match, let's go. The blue team has scored for the first time. The match is over, and the blue team is in the lead. Victory!